مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم حلقة اليوم مباشرة مع فقرة أخبار سينمائية. في خبرنا الأول نتحدث عن مهرجان شبابيك، حيث أعلن مهرجان شبابيك للسينما المستقلة لصناعة الأفلام عن فتح باب المشاركة في دورته الثانية التي سوف تقام في مسقط خلال الفترة من 29 إلى 31 من يناير، وسوف تمنح جائزة واحدة في المهرجان وهي جائزة النقاد لأفضل فيلم. فلمن يرغب بالمشاركة عليه إرسال فيلمه على إيميل شبابيك independentfilm101@gmail.com.